عزت العلالي بالرغم من انه ليه تاريخ مميز والكل بيشهد بافلامه اللي تميزت كلها بظهوره مع فنانين كبار، الا ان له فيلم قضى على تاريخه الفني. الفيلم ده ظهر فيه مع اقرأ واوقح ممثلة اغراء في تاريخ السينما المصرية وهي ناهد الشريف. اسمه الحقيقي عزت حسن العلالي، اتولد يوم 15 سبتمبر عام 1934 في حي باب الشعرية. درس في المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1960. أول عمل سينمائي ليه كان فيلم رسالة من امرأة مجهولة سنة 1962، وتعددت أعماله بعدها وشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون. قدم عزة العلالي مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية، أبرزها الأرض، الاختيار، والناس والنيل، والسقا مات. وكمان قدم أدوار بارزة في التلفزيون منها بوابة الحلواني، وتوالت عليه الأعمال السينمائية طول مشواره الفني، وعمل أكتر من 168 دور ما بين السينما والتلفزيون. عزت العلالي توفى يوم 5 فبراير سنة 2021 عن عمر ناهز 87 سنة بسبب مرض الزهايمر.